ب96 صوتا صادق نواب مجلس الأمة الجزائري على برنامج عمل الحكومة دون تسجيل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت. الوزير الأول عبد العزيز جراد أكد أن التنمية المحلية ستكون من أولويات حكومته، وستعكف الحكومة على حشد الاعتمادات المالية اللازمة لتجسيد مشاريع التنمية مع التركيز على المجالات الحيوية، خاصة ما تعلق بإنجاز الهياكل التربوية والصحية والثقافية، التكفل بالمحتاجين سيما فئة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن جهة أخرى، وعد الوزير الأول بالبحث عن طرق ناجعة لاسترجاع الأموال المنهوبة خلال فترة حكم النظام السابق، والتي كانت من أبرز وعود الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية. استرداد الأرصدة والأملاك المنهوبة في قضايا الفساد على الصعيد الداخلي والخارجي، التدقيق في الإعفاءات والمزايا الجبائية، إعادة النظر في النفقات العمومية من أجل القضاء على برامج الاستثمارات التي ليس لها أثر اقتصادي أو اجتماعي. نواب مجلس الأمة أكدوا أن تزكية برنامج عمل الحكومة لا يلغي الرقابة على طريقة وآليات عملها. على الحكومة أن تتحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن تعمل بجد من أجل إيجاد الآليات الكفيلة بتطبيق هذا البرنامج. والبرنامج يحمل الكثير من الوعود التي طرحها السيد الرئيس خلال حملته الانتخابية. ومن الناحية الاقتصادية، تراهن الحكومة الجديدة على إعادة الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية، والتي تقارب 50 مليار دولار، لإدخالها في النظام البنكي. مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل الحكومة يقابله تحدي إقناع الحراك الشعبي الذي سيحتفل بسنته الأولى خلال أيام بجدوى هذا البرنامج لضمان القطيعة مع ممارسات النظام السابق وبناء الجمهورية الجديدة. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.